مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى النيدو. عنا كوب سكر، كوب مي، كوب وربع حليب. الكوب اللي عيرت فيه المي والسكر عيرت فيه الحليب، نص ملعقة صغيرة هيل، فستق، لوز، وملعقة صغيرة موارد. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط بالمقلاية السكر والمي، بحركن على الغاز ليدوب السكر شوي، وبرجع بتركن يغلوا مع بعض. بعد 8 دقايق بصر الخليط بهيدا الشكل. هلا منطفي الغاز، بتأكد من المزيج انه صار منيح. بشيل نقطة صغيرة بحطها بكاسي، بعملها بهيدي الطريقة. اذا عم بتدبق صار المزيج منيح. هلا بحط شوي شوي من الحليب وبخلط. بسم الله. بحط كمان الهيل. طريقة كتير سهلة وما بتاخد وقت بالتحضير. واو، ريحة كتير بتعقد. بجيب ملعقة خشب افضل. بس نخلط المزيج منيح بهيدا الشكل. هلأ منحط مكسرات، فينا نحط المكسرات على الوجه وفينا نحطهم بقلبهم هيدا الشكل. وبحط كمان الموارد، خلط منيح. منحاول نخلط المزيج وهو سخن، واذا برد شو بنعمل؟ بنحطها بنرجع على نار خفيفه وبنحرك. هلا عندي قالب دهنته زبده، بحطهم بقلب القالب. بسم الله. هلا بحطها بالبراد اقل شي نص ساعة عشان كمية صغيرة. هيدا الحلو بس حطيتها بالبراد، لنشوف كيف طلعت مع بعض. هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ هيدي حلى النيدو اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.